السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد من قناه ام ريحانه وعمران. قبل ما نبداو ان شاء الله الوصفه، كنبغي نوجه جزيل الشكر للمتتبعين ديالي كاملين، وكنقول الناس اللي التحقوا جداد بالقناه مرحبا بكم، هذه القناه ديالكم وبكم ان شاء الله باش غنزيدوا القدام وبالتشجيعات ديالكم. والناس اللي معايا من قبل كنقول لكم شكرا بزاف على الدعم ديالكم، وكان خاص بالذكر المتتبعين الجزائريين، كنشكركم من القلب الخالص، وكنقول لكم باللي انا كنبغيكم من القلب. شكرا بزاف على التعليقات الجميله اللي كتخليو ليا، كنشكركم بزاف لهلا خطيكم عليا، وكذلك المتتبعات المصريات وجميع المتتبعات من جميع دول العالم. احنا بكم ان شاء الله باش غادي نزيدو قدام وبالدعم ديالكم. اذا ان شاء الله ندوز معكم ان شاء الله الوصفه ديال اليوم. كما كتشوفوا وصفه رائعه جدا، اللي هي لقمه الباشا التركيه، كتجي رائعه في الشكل ديالها وكذلك في المذاق. اذا بلا ما نطول عليكم، دوزوا معايا ان شاء الله المكونات وطريقه التحضير. وكم مكونات ان شاء الله لهذه التحليه الرائعه؟ غنحتاجوا هنايا جوج معالق كبار من نشا الذره او المايزينا، غنحتاجوا كذلك الكاس مملوء من الدقيق الابيض، وغنحتاجوا نفس الكاس مملوء بالسكر حبيبات، غنحتاجوا كذلك اللتر من الحليب. باقي المكونات ان شاء الله غنعطيهم لكم اثناء التحضير. غناخذوا هنايا كاسرونه وغنوضع فيها لتر من الحليب، من الاحسن يكون حليب كامل الدسم. في الحقيقه مناش وانا باغي نوضع لكم هذه الوصفه، لان جوج تاع الاخوات طلبوها مني في الفيسبوك لانها كانت انتشرت ودارت ضجه في الفيسبوك، ولكن الصراحه ما زعمتش عليها حتى لواحد النهار وقررت انني نجربها. وصراحه انا كان عندي تخوف فيها، انها زعما منين نجي نلفها ما تلفش ليا، وصراحه نجحت ليا من اول مره، وعاودت سجلتها معكم وقلت ان شاء الله نشاركها معكم. صافي، هنايا كنضيف على الحليب ديالي كاس من السكر حبيبات وكاس من الدقيق الابيض. الدقيق الابيض هنا الدور ديالو انه يرجع لنا الخليط كريمي، والنشا غادي يجمع لنا الخليط ديالنا ويخليه متماسك. غنخلط الكل جيدا حتى يتجانس لي الدقيق والسكر مزيان ويتحلوا لي في الحليب، ثم كنضيف جوج معالق كبار من النشا الذره او المايزينا، وكنعاود نخلطه كذلك مع باقي المكونات حتى كيذوبوا لي جميع المواد الجافه في الحليب وكيتخلطوا لي بشكل جيد، لانه من ما تخلطوش من غتحطوهم فوق البوطه فغيتكونوا عندكم كويرات وغتفسد لكم الكريمه ديالكم. صافي، هنا كنضيف كذلك جوج معالق كبار من الكاكاو المر. الا ما عندكمش الكاكاو المر ممكن تستعملوا الكاكاو العادي اللي كيدار في الحليب اللي كيكون بالسكر، ماشي مشكل، من الاحسن انكم تنخلوه لانه كذلك كيدير الكويرات. صافي، كنخلطوا كذلك مع الحليب حتى كيتجانس ليا بشكل جيد، ثم كنوضع الكاسرونه ديالي فوق النار على نار مهيله، كنأكد عليها النار تكون مهيله مع التخلاط او التحريك المستمر، ما تغفلوش عليها نهائيا. هانتوما انا غنوريكم النار، راني شاعلها مهيله لانني لا جهدتها راه غادي تحرق لي الكريمه من التحت، ولا تحرقت من التحت غادي تولي الكريمه كلها فيها الريحه والمذاق ديال الحرق وغتفسد لكم الكريمه. اذا كما كتشوفوا انا كنتابع التحريك، بعد ما كتوجد لي الكريمه وكتقال كنضيف ليها ملعقه من الزبده و70 غرام من الشوكولاته السوداء، من الاحسن تكون الشوكولاته من النوع الجيد، انا ما توفرتش عندي من نوع جيد فاستعملت غير الشوكولاته غالا، ولكن اذا كانت من نوع جيد راه كتبدل المذاق تماما وكتعطيكم كريمه ألد. ولكن ما كنضيفوش الزبده والشوكولاته حتى كنطفيو النار نهائيا، عاد كنضيفوهم كيذوبوا لينا غير في الحراره ديال الكريمه، وما كنضيفوهم حتى كتولي عندنا كريمه بهذا الشكل تكون كثيفه في نفس الوقت كريميه باش تجي الوصفه معكم ناجحه.
انا قبل ما نبدا الوصفه خديت صينيه على الفرن ودرت فيها الورق الغذائي وفرشت فيها كميه مهمه من جوز الهند او الكوك، والقطر ديالها 40 على 30. صافي هنا بعد ما وجدت عندي الكريمه كما كتشوفوا راها عاقده، كنكبها مباشره فوق الطبقه اللي درت ديال الكوك. هنا راني الى لاحظتوا راه بدلت الصينيه لانها كانت عندي 38 على 28 وحسيت بها بانها المره الاولى فاش درتها غليظه شويه، السمك ديالها غليظ، فقررت انني ندير هذه كبر منها اللي القطر ديالها 40 على 30. وهذه مساله مهمه، الا درتوا لاطه صغيره بزاف فغتجيكم الطبقه ديال الكريمه غليظه بزاف، و الا درتوها كبيره بزاف فغتجيكم رقيقه بزاف. يعني الا بغيتوها تجيكم نفس الشكل كما جاتني انا خاصكم ديروا نفس العبار اللي درت. صافي خليت اللاطه ديالي حتى بردت فيها الكريمه ولات بحراره المطبخ، ثم كندخلها الثلاجه باش تبرد، وكندوز باش نحضر معكم الكريمه اللي غندير كطبقه ثانيه فوق منها. كناخذ هنايا كاس او رابعه او 250 ملل من الماء يكون بارد جدا، كنت واضعه في المجمد وضفت عليه هنايا صاشيه وحده ديال بودره الشونتيي من وزن 100 غرام، وضفت كذلك جوج معالق ديال السكر. ممكن نتوما تستعملوا الحليب عوض الماء، انا صراحه ما كانش عندي الحليب، وهذه كتبقى فكره للناس اللي كيبغيو يطلعوا الشونتيي وما عندهمش الحليب فممكن يطلعوه فقط بالماء. صافي خرجت الصينيه ديالي من الثلاجه وايطاليت عليها الكريمه ودخلتها للثلاجة. انا صراحة درتها تقريبا مع الجوج وخليتها حتى من ورا الفطور عاد باش قطعتها حتى تماسكت ليا بشكل جيد، مهم انكم تخليوها تماسك. صافي دوزت عليها السكين من الجوانب وقطعتها القطع متساوية، وكل مرة كنقطع فكنت حاطة حدايا منديل كنمسح فيه السكين. صافي وكتستعينوا بشي اداه اللي كتعاونكم في الاول باش تبداو تلفوا، لان القطعه الاولى هي اللي شويه كتجي صعيبه. صافي وكما كتشوفوا راه كنبدا نلف القطع على بعضها، الا كانت كونوا اكيدين الا كانت الكريمه متماسكه بشكل جيد فما كتعذبكمش بشكل نهائي الا القطعه الاولى اللي كتكون شويه وكتكونوا ما معودينش عليها. وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الوصفه ديال اليوم او التحليه ديال اليوم اللي هي لقمه الباشا التركيه كما كيسميوها. كتجي الصراحه رائعه جدا، ولا تبعتوا المراحل فغادي تنجح معكم من اول مره ان شاء الله تجربوها. كتجي كريميه وكتجي لذيذه بزاف، والاهم انها كتعطيكم كميه وفيره. انا لويت القطع ومن بعد عاود قسمتهم على جوج. صافي وزينتهم تزيين بسيط من الفوق، ممكن ديروا لاكريم فخيش من الفوق، ممكن ديروا اي حاجه متوفره عندكم في البيت كما كتعرفوا راه التزيين كيبقى اختياري. صافي وهذا الشكل النهائي اللي كتشوفوا راه انا كنت صورت بالليل، وكنت صراحه صورت لكم الشكل النهائي ولكن لقيت باللي التليفون ما صورش ليا والغد ليه في الصباح، دابا انا كنصور لكم وانا صايمه وكنشهى معاكم. هذا اليوم الثاني في الصباح فاش كنصور لكم الشكل النهائي. اذا كنتمنى ان شاء الله الى عجبكم لا فيديو ديال اليوم ما تبخلوش عليا بلايك وبارطاجيو مع الاهل والاحباب، وإلا كنتي اول مره كتزور القناه فمرحبا بك ونضم العائلة القناه، وضغط على زر الاشتراك وفعل الجرس باش توصل بجديد القناه. كنشكركم على المتابعه والى فيديو قادم ان شاء الله. We'll be right back.